قرار العودة إلى اختبارات القدرات ورقيا، قرار اتخذ في كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فما هي أبرز الآليات والإجراءات الصحية المتبعة في هذه الاختبارات؟ ارتداء الكمامة في جميع الأوقات، واتباع الاشتراطات الصحية اللازمة، والحرص على عدم التجمهر، فضلا عن مغادرة القاعة والذهاب إلى المركبات فور الانتهاء من الاختبار. تعليمات دعت إليها عمادة القبول والتسجيل في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. اليوم كان هو اختبار القدرات للغة الإنجليزية لبكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية في كلية دراسات تكنولوجية، ومثل ما أنتم شايفين حرصنا على تطبيق التوصيات الصحية من خلال التباعد ولبس الكمام وكذلك التعقيم، بهدف أن يقوم الطلبة بتأدية الاختبارات في الطريقة المثلى. طبعا هذا الإجراء الأول شافوه الجماعة في الأمن والسلامة، وبعدين ثاني يوم تواصلنا مع وزارة الصحة، إدارة الصحة الوقائية، ودزونا دكتورين ما قصروا مشكورين، والأخ وصلنا دكتور منهم ماجد رضوان، وشاف جميع الإجراءات اللي موجودة والوسائل المتبعة. الطلبة كان لهم دور لافت في عملية العودة، مما ساهم كثيرا بإنسيابية وتسهيل الإجراءات. بخصوص الترتيب وما الترتيب يكون قبلها بيوم مع تنظيم من وزارة الصحة ومن جامعة الكويت بالنسبة للاشتراطات الصحية، وحنا موفرين جميع ما يحتاج الطالب من اشتراطات، من أقلام، من أمور، فكل ما يلزم الطالب موجود عندنا متوفر. الطالب ما يختبر إلا مع الكمام، وموزعين المعقمات والكمامات والتسوس على الطلبة. مثل ما تعرف هذول مستجدين ومو عارفين شيء، فاحنا نعلمهم على الأمور هذه، على الاختبارات، مواعيد الاختبارات، ونسهل عملية دخولهم، ونعطيهم منشورات عن الوقاية ضد الكوفيد 19. إلى جانب ذلك، تقوم عمادة القبول والتسجيل بإرسال رسائل نصية باستمرار تبين من خلالها موعد الاختبارات الجديدة وآلية انعقادها والإرشادات الصحية الواجب اتباعها. عبد الله العنزي لتلفزيون المجلس.